قوي كان بيقول هو احمد امين في مباراه الطبيعه لميرفي، كان بيقول لك توقع الاسوأ لانه سيحدث. سبحان الله، من السنه اللي فاتت وجماهير برشلونه اغلبنا كنا متوقعين ان السنه الجايه هتكون عباره عن سنه معنا بقى لربنا. المشكله بالنسبه لنا بقى لما جينا للسنه دي وشفنا فعلا ان الفرقه سيئه فعلا يا جدع، ان انت تتوقع حاجه غير ان انت تعيشها. كنت بقول الكلام ده في مباراه دينامو كييف واحنا كسبانين، كنت بقول ربنا يستر عشان خاطر الموسم واضح ان احنا داخلين نفق ما يلعب بقى ربنا. وقلت امبارح برده في مشكله جريزمان وميسي، ما توقعش ان ميسي هيكون مؤثر بكره قدام اتلتيكو مدريد، وفعلا ما كانش مؤثر. مش معنى كده ان انا عبقري، لا، معنى كده ان كل حاجه في برشلونه واضحه جدا وبتقول لك ان الموضوع ملل بطريقه غير طبيعيه، كل حاجه بتتكرر يا اخي، سبحان الله كلها سيناريوهات. طب حاطط امل ان كيكي 60 هو اللي هيجي يغير بعد فالفيردي، تلاقي ان كيكي اوسخ من فالفيردي، تقول يا جدع سبحان الله، رونالد كومان هو اللي جاي لي من بعد غيابه اخيرا مدرب هيجي لي زي الناس، تلاقي ان والله ما هوش فرقه. اما المشكله مش في كومان لوحده، ما انا مش هقعد البس كومان كل اللي بيحصل في الفرقه، لا دي فواتير سنين يابا. كومان مش هيجي يدفع النهارده فاتوره فشل الفريق اداريا وفشل الفريق في جلب صفقات، كومان مش هيدفع حته ان انا ما عنديش فيرود. يحسب عليه ان هو قرر ان هو يمسك سواريز، بس ما ينفعش ان انت تقول ان فيرود برشلونه يكون انطوان جريزمان او مارتن برسوايت. برسوايت ده ما حدش عارف هو دخل النادي ازاي، فما تقوليش ان ما ينفع ان هو الوحيد اللي يكون متاح ان انت تغيره الشوط الثاني، اللي هو عثمان ديمبلي ماسك كتفه من نهايه الشوط الاول ومش عارف تغيره. ليه؟ علشان خاطر ما عندكش حد غيره. مستني ان انت تغير ترينكاو علشان خاطر تحط ترينكاو يمين وترجع ديمبلي شمال، اللي هو يابا طب بالنسبه لبدري لا سيبه يلعب في الملعب، اللي هو طب بيعمل ايه بدري؟ طيب لا ما هو يلعب في ال 4 2 3 1، هنحط هو سنه العاب ونخلي ميسي يلعب مهاجم وهنطرف انطوان جريزمان، اللي هو طب التركيبه دي فشلت 7000 مره، ما عنديش غيرها، ما عندناش غيرهم بجد والله. طب بالنسبه للدكه، لا انا مش عايز اقول لك ان احنا 2013 اساسا بنلعب ب 11 لعيب. انت جاي تتفاجئ النهارده بجد والله، يعني كنا عارفين ان احنا هنعيش سنه من هنا، بس فعلا لما عشناها حاسس ان مشكله. ما ينفعش ان انا العب 8 ماتشات اكسب 3 واتعادل 2 واخسر 3، ما ينفعش يعني. ده ايه ده؟ ايه الجبروت ده؟ لميت 11 نقطه من 8 ماتشات وفي الاخر مستنيين ان احنا نفسح دوري ابطال اوروبا؟ مستني ايه من فرق الكابتن بتاعها كان هيمشي بفضيحه وكان هيمشي ان هو عايز يسخ العقد بتاعه وفجاه قال لك والله انا قاعد عشان معيش فلوس الشرط الجزائي. ميسي اسطوره وامبراطور واحسن لاعب في الكوكب ومن كوكب تاني، انا معاك، بس لما كابتن الفريق يقول لك كده عايز ايه من الموسم؟ والله عايز ايه من الموسم؟ طب هتقول لي ايه علاقه ده بمباراه اتلتيكو؟ اقول لك الموضوع بسيط، لما لبست انت الهدف الاول بنهايه الشوط الاول هتقول لي ما هو من تير شتيجن وكملوا نيتو، اقول لك ما تنساش ان تير شتيجن وميسي هم اللي كانوا بيلعبوا اخر 3 سنين لوحديهم، وان الفرقه اتكشفت بعد ما تير شتيجن مستواه سيء وبعد ميسي ملوش مزاج يلعب، فالفرقه اتكشفت ان هي ما فيش خالص، لا في هجوم ولا في خط نص، والدفاع بتاعنا بسم الله ما شاء الله، حتى ميسي وتير شتيجن لما كانوا في عزهم كانوا برده الدفاع زي الزفت، فتخيل بقى لو ميسي وتير شتيجن يكونوا سيئين. الوضع ما احنا بل ربنا فعلا جوه الفرقه مفيش خالص الحمد لله، لا شخصيه هجوميه ولا شخصيه دفاعيه. هتقول طب ما اتلتيكو مدريد فرقه ممره ما بيلعبوش كره القدم، اقول لك اتفرجت على ماتش توتنهام ومانشستر سيتي النهارده، السيتي عامل استحواذ اكتر من 75% ما ضيعش كتير، وبرشلونه برده عامل استحواذ النهارده كبير بس ما ضيعش حاجه خالص. الفكره كلها مش فكره استحواذ، الفكره كلها ان انت يكون عندك حلول تفك بيها الطلاسم اللي هتواجهها للفرق اللي هتدافع. في فرق رسمها في الحقيقه ان هي تكون رد فعل، زي مثلا توتنهام جوزيه مورينيو، زي مثلا اتلتيكو مدريد ديجو سيميوني، هم بيسيبوا لك الكره دايما عشان خاطر بيعملوا تكتلات 4 4 2 ثابته، والنهارده كانت 5 3 2 كان بيعتمد على ليورينتي وساول وكوكي في نص الملعب. هتقول لي طب فين الخمسه اللي ورا؟ اقول لك ما هو كراسكو كان بيلعب باك، كراسكو كان بيلعب باك النهارده، كان بيلعب باك يمين باك شمال علشان خاطر الراجل معروف ان هو كده كده في الحاله الهجوميه هيزيد وفي الحاله الدفاعيه هيرجع يخليهم خمسه. دي كانت فكره كويسه من سيميوني، خصوصا كمان ان بسم الله ما شاء الله يعني كراسكو برده لسه بياخد سبرنتات ولسه بيعمل كل اللي هو عايزه ناحيه الشمال، اللي علشان خاطر عندنا معلش عثمان ديمبلي بيتصاب اكتر ما بيلعب، وعندنا سيرجيو روبرتو لسه فرحان بجون الريمونتادا اللي هو جابه، وعندنا حاجات كتيره قوي الحمد لله، ونفس الحاجات برده ايه ما بتتغيرش، بقى لنا 3 سنين في نفس ام الموضوع، لعيبه ما حدش لماها، مدربين بيتغيروا وبيتحطوا، اداره فشلت الدنيا وفي الاخر هربت في الاخر، وما يعلم به ان ربنا الموسم ده بالنسبه لنا. هتقول لي ايه اللي حصل النهارده؟ اقول لك بسيطه، لبست جول ما كانش عندك رد فعل ولا كان عندك قوه هجوميه ولا كان عندك اي 60 حل تقدر تفرق بيه، حتى جديد والله ابدا. ماتش ريال مدريد برده حصل نفس الكلام، بعد ضربه الجزاء ما كانش عندنا رد فعل ولا كان عندنا قوه ان احنا نرجع. ليه؟ ما عندناش حلول. 4 2 3 1 عندنا مشكله في نص الملعب والسرعه، وكمان ما عندناش صانع العاب صريح. هتقول لي كوتينيو رجع بالسلامه؟ اقول لك تمام، ربنا يرجعهم كلهم بالسلامه، ربنا يخلص الموسم ده على خير وما يجيلناش غلطه او يجيلنا شلل اطفال من كل اللي احنا بنشوفه في السنه دي من برشلونه. الموضوع فعلا ممل بطريقه غير طبيعيه.
ولا يوم من ايامك يا فالفيردي. والله طلعنا احنا اللي ما بنفهم حاجه وانت اللي كنت فاهم الديتا ماشيه ازاي. حتى فالفيردي من ساعه ما مشي ميسي ما جابش ولا ضربه ثابته وراجع ورايا لو مش مصدقني. بس اصل حاجه لو عملت لايك او عملت سبسكرايب المكسب كان بيجيب مكسب وكان بيجيب اطمئنان، الخساره هتجيب خساره واحتمال تسمع كلام عن خلعان كومان، مع ان كومان اللي غلطان. ما كنت مفخد انت في منتخب هولندا وشغال شغل منتخبات اي مدرب يموت فيه، ايه اللي جابك يابا الزريبه بتاعتنا دي؟ البس بقى.